اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل اول وصفه، هيبقى كيكه الليمون الكريمي، مميزه جدا، وهنعمل منها تورته ورود المارينج. هتبقى حوالين داير كلها ورود من المارينج الملون. لوصفه كيكه الليمون الكريمي احنا معانا كوبايه زبده طريه، 5 بيضات، كوبايتين سكر، نص كوباية كريمة سايلة طازة أو كريمة لباني، نص كوباية ليمون معصور، 3 كوبايات ونص دقيق أبيض، وباكو بيكنج باودر، وبشر ليمون. للي بيحبوا الليمون هيحبوها قوي إن شاء الله. هنعمل إيه؟ هنمسك الزبدة نضربها الأول. قلنا كوباية زبدة يعني 200 جرام زبدة طرية. هنحط معها السكر 2 كوباية يعني 400 جرام، نضربه. ندخل بقى البيض واحدة واحدة ونضرب. البيض يبقى على درجة حرارة الغرفة علشان ما يكونش ساقع على الزبدة اللي هي على درجة حرارة الغرفة فتخرز معي. حلو كده، هنزل بقى رشة الملح. الوصفه دي مش محتاجين فيها فانيليا لان فيها بشر الليمون، والليمون فبيبقى قوي. بشر الليمون اهو، عصير الليمون، الكريمه الطازه تدي طعم الكريمي جدا في الكيك ده، مكان اللبن. نضرب. الريحه على طول بتبقى جميله قوي، بحب الليمون قوي. دقيق بقى ندخله ومعاه البيكنج باودر. خلاص كده الدقيق احنا قلنا 3 كوبايات ونص يعملوا تقريبا 400 جرام دقيق وشوية، فاحنا يعني نخلي بالنا مش لازم نكمل الدقيق لو قوام. هوريه لكم دلوقتي بقى عامل ازاي. وانا بنزله في الصينية بس ندهنها. في حاجة بس بخصوص الصينية، انا بنصح دايما ان احنا نختار صينية فرن عادة فتح، لكن اللي مش عنده عنده الغامق يدخله على نار هادية. ليه؟ لان الغامق دايما بيوصل الحرارة بسرعة جدا عن الحاجات الفتحة. احسن حاجات ما تحرقش الكيك وتخليه يطلع مستوي حلو جدا وما يتحرقش هو ده الفاتح، ومش اي فاتح كمان، يعني في انواع فاتحه بس هو الالومنيا العادي ده. خلاص كده ممكن تعفير الدقيق لو حابين. شوفوا بقى القوام عامل ازاي، البس اللي في الاطراف. القوام شايفين عامل ازاي؟ لازم تبقى كده، اكتر من كده مش محتاجين خالص ندخل دقيق. يعني هو بتفرق على نص كوبايه تقريبا، ربع كوبايه، نص كوبايه.
كوبايه الدقيق تعمل 125 ل 135 جرام. احنا حاطين 3 كوبايات ونص، الثلاث كوبايات يعملوا 400 جرام تقريبا، فهي 400 وشويه صغيرين بس. خلاص كده بفردها. بس ممكن بقى اللي هو مقاس ال 32 الكبير ده، ممكن لو عايزينها عاليه بقى زي دي الاصغر تبقى اللي هي مقاس 30 او 28 على حسب انتوا عايزينها بقى، يعني علوها عامل ازاي. تخش على درجه حراره، بس نخلي بالنا لما بيتبقى كده، بحب اعمل الطرف ده برضو كده، محبش ارمي حاجه اهو. روح واخداه كده وايه، خلاص كده كده اللي اتبقى معايا هنا قليل. بدخله بقى الفرن على 180 درجه لغايه ما اجي اجرب بخله سنين يبقى من النص مستوي. بتاخد تقريبا من ساعه الا ربع لساعه بس على حسب المقاس. احنا خلصنا كده اول حاجه الكيكه، هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع نعمل مع بعض ورود المرنج الملون. تاني من الفاصل. احنا عملنا ايه الاول؟ احنا عملنا كيكة الليمون الكريمي او الكريمي بالليمون، ودخلناها خلاص الفرن قدامها المفروض تقريبا ساعة الا ربع لغاية ما تخلص. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل المرنج، ورود المرنج الملونة. معايا 5 بياض بيض عليهم كوباية وربع سكر، سكر ابيض، او لو عايزين ممكن 4 بياض بيض وعليهم كوباية سكر. يعني يا 5 بيض بيض وعليهم كوبايه وربع، يا 4 بيض بيض وعليهم كوبايه بس، ورشه ملح ونكهه ليمون علشان تبقى ايه مظبطه في القصه دي كلها. ليمون هنعمل ايه؟ لازم البوله تبقى نظيفه، البياض بيض ما يكونش فيه اي صفار نازل خالص. بنرش رشه على البياض ونضرب، حتى الاداه لازم تبقى نظيفه جدا. نضرب بقى، ابتدت توصل اهو للسوفت بيك. السوفت بيك اللي هو بيبقى فوم بس مازال لسه اللي هو الطري ده مش واقف، ما بيبقاش متماسك واقف. ببتدي ادخل بقى السكر دلوقتي واحده واحده مش قبل كده، وما ينخشش مره واحده تسيل مننا ومش هتمسك. واحده واحده بنضربه لمدة 10 دقايق علشان ما يبقاش فيها تخريزة السكر خالص. بحط بقى شوية نكهة الليمون علشان تبقى لايقة على الكيكة تورتة الليمون. اللي عايز يستخدم الزينة دي في اي تورتة تانية من غير ليمون ممكن يعملها بس بشوية فانيليا. نضرب بقى تاني شوية، خلاص كده انا كده هجيب بس 3 بولات علشان اقسمهم على الوان. هحط هنا جزء واحط هنا جزء واحط هنا جزء. احنا هنحتاج في القصة دي 3 الوان بالظبط بس مش 4.
خلوا بالكم ان كل ما هتضربوا اكتر كل ما القوام هيبقى متماسك معاكوا اكتر للتزيين، او يعني اقصد ان الواحد يشكل بيها. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معايا 3 الوان اللي هما احمر ازرق واصفر. لما يخشوا معايا، لما هبتدي ادخلهم مع بعض، الاصفر مع الازرق بيعمل اخضر، الازرق مع الاحمر بيعملوا موف، فهيعملوا تشكيلة الوان حلوة جدا، فبالتالي مش هنحتاج اكتر من كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كيس حلواني، يفضل كمان لو كيس يبقى متماسك، يبقى اللي هو المتماسك ده. انا عملتها قبل كده معاكم في كيس فاتح اللي هو كان في حلقه كب كيك الفنجال الشوكولاته، فنجال عملناه من الشوكولاته والطبق شوكولاته والكب كيك جواه، وزينا بالالوان، عملته بالشفاف، لكن الاحسن لو حاجه متماسكه كده. وبدل مش هستخدم المره دي البتاع الباليتا الطويله دي، للي مش عنده هيبتدي بالمعلقه عادي خالص، يبتدي ينزل في ناحيه اللون الازرق وفي ناحيه اللون الروز، وفي الناحية الأخيرة اللون الأصفر. نعمل إيه بقى؟ هنجيب بس صينية عليها ورقة زبدة، ونبتدي نعمل الورود ازاي. نبتدي من النص ونروح لفين على بره بالشكل ده، شايفين عاملة ازاي؟ من النص واحنا جواها بنلف لبره، من النص والبره، شايفين الالوان جميله ازاي؟ بنبعد سنه لانه برضو بيفرد. اهو واهو، هي تكفي تقريبا صينيتين. خلاص كده هدخلها الفرن على كام بقى؟ على 120 درجه. 120، اكتر من كده هتغير من لونها، هتصفر، هتاخد لون مش حلو، يعني هتغير اللون الحلو بتاعها ده وتاخد لون تاني. فاحنا عشان ده ما يحصلش لازم تخش على 120 درجة تقريبا لمدة نص ساعة، حتى مش لازم نولع الفرن قبلها لان هي مش حاجة يعني مش كيكة المفروض خايفين عليها كده. ندخلها نولع الفرن على 120، نسيبها نص ساعة لغاية ما تاخد تبتدي تنشف، نطلعها. احنا بنجرب كده نشوف، نشفت نطلعها، نسيبها بقى ما نلمسهاش خالص لغايه ما تنشف خالص، او الاحسن كمان نطفي عليها الفرن ونسيبها جوه، بس نخلي بالنا ان اللون هيفضل مازال محتفظ بشكله عشان ما يغيرش ويبقى لونه مش حلو. نبتدي بقى ان احنا نعمل التورته بتاعتنا. عايزين نقسمها الاول ونحشيها. طبعا كريمه الزبده احنا عملناها كتير جدا، كريمه الزبده المقادير بتاعتها دايما مقدار الزبده، لو قلنا نص كيلو زبدة طرية بنحط عليهم كيلو سكر بودرة منخول، يعني دايما الضعف،
وبنحط عليه بقى يا لبن يا ميه لغايه ما يبقى القوام الكريمي اللي هوريه لكم برده دلوقتي. الحلو ده اللي نقدر نفرد بيه عشان تبقى لايقه بقى المره دي برده في الوصفه. ما زودتش لبن ولا ميه، زودت عصير ليمون، بنزود عصير ليمون بس كده. نقطع بقى الاول، نطلع الكيكه هي لسه برده في القالب، نطلعها بالاداه السحريه اللي بتساعد على كل حاجه اهي. بنزل في الاطراف وفككها. لغايه ما اتاكد اهو حلو كده. سقعتها شويه في الثلاجه بعد ما حطيت كريمه الزبده. خلوا بالكم الكيكه دي من الكيكات اللي فعلا غنيه وهشه وجميله، مش محتاجه خالص حتى تتحشي فعلا خالص، يعني جميله قوي، فيكفي انكم تعملوها من بره. كل اللي انا هعمله بقى ان انا بمسك وردات المارينج دول. انا بس عايزه قبلها نشوف بس اخبار الفرن ايه. اهو دي خلاص قربت تخلص، فاضل لها مفيش قليل، فاضل لها بتاع كام دقيقه بس، وطيت عليها عشان احمرت بسرعه. ودي برضو لسه قدامها يعني تقريبا ربع ساعه. نبتدي بقى طبعا بعد ما بتسقع وتنشف تبقى عامله، بتبقى متماسكه كده وفيها ندغه من جوه، على حسب برضو انتوا طولتوها قد ايه في الفرن. لو انتوا مش مطولينها قوي في الفرن بيبقى فيها ندغه، لو مطولينها بتبقى مقرمشه. هعمل ايه؟ هبتدي اخد من كريمه الزبده اللي هي بالليمون دي، اعمل كده وابتدي في الطرف امسكها عشان تبقى الزين. بس الاحلى بصراحه اللي هي بتبقى لا فيها ندغه، بتبقى جميله. الفندق الناشف ده مبيبقاش حلو قوي. بس كده ابتدي الف بقى حوالين دي. كده في عندكم اختيار، يا اما تقدموها بقى بالشكل ده، يا اما في طريقه تانية ممكن نحشي نزود في الاطراف اللي هي اللي فيها فراغات ديت. انا ما عملتش، ما قفلتش كله بالظبط، يمكن ممكن ان انا اعمل ثلاثة مثلا في النص، هنا في برضو فراغات. المرنج ده من الحاجات اللي ممكن الواحد ياكلها كده، مش لازم تبقى، مش لازم انها تبقى دخلت الفرن. في منها الايطاليان مارينج، وفي منها المارينج اللي هو اللي بيتعمل على البارد، وفي منها اللي اسمه مارشميلو مارينج. احنا عملناهم كلهم، فدي ما تخافوش خالص انها ممكن تتاكل من غير ما تخش الفرن، لانها بياض بيض وسكر عالي، ما بيديش فرصه لاي بكتيريا انها تخش. بس انصح طبعا انها تتاكل في يومها برضو. هنبتدي نعمل ايه؟ يا دوبك يعني بصوا حاجات صغننه جدا.
يا دوبك تملى الفراغات. بالشكل ده، وممكن فوق شوية، ممكن نقفل كمان بالبيضة، بالكريمة البيضة، يعني انتوا تنوعوا بقى على حسب ما تحبوا. نجيب بقى شوية من البيضة، كده ومن فوق. يا رب التورتة والفكرة تكون عجبتكم. عايز اطلع بس اللي هو الكيكة من الفرن. خلاص كده ان شاء الله هتعجبكم جدا. ودي بقى زي ما قلنا خلاص اهو لونها زي ما هو ما اتغيرش. بنروح طافين عليها وسايبينها في الفرن بس كده لغايه ما تاخد تقريبا لغايه ما تبرد وتسقع خالص وتنشف ونقدمها. يا رب الحلقه تكون عجبتكم والفكره تكون عجبتكم، وهي مختلفه وجديده والالوان حلوه ومبهجه، سواء بقى لعيد او لاي مناسبه. أشوفكم يا رب إن شاء الله في حلقة جديدة بوصفات جديدة وأفكار جديدة. باي باي.